شن طيران العدوان السعودي أكثر من 16 غارة على مناطق في محافظة لحج، حيث استهدف طيران المعادي مناطق العند وغابين وكرش ولم تسفر عن ضحايا. المصادر أفادت أن قوات الجيش واللجان الشعبية أحرزت تقدما في منطقة المسيمير، وكبدت مرتزقة الرياض وعناصر القاعدة 6 قتلى واستولت على كميات كبيرة من عتادهم. وأوضحت أن قوات الجيش طهرت مثلث مقيبرة ومنطقة بيت عياض ومثلث الشظيف غرب الحوطة ومنطقة عدة قلل بمديرية المسيمير من عناصر تنظيم القاعدة ومرتزقة الرياض. وأشار إلى أن منطقة بيت عياض تعد من أخطر أوكار وبؤر عناصر تنظيم القاعدة في لحج. وفي أبيان استهدف العدوان